فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إشارة التنفيع تنظر بالجنيد لمصنع الرجراجي في التنفيذ وتسرع غاية في غاية الضربة كان غاية صد الضربة الجزاء الكرة الماضية تسدد البركاني تسدي ويتسدي. إذن شباب الرياضي أسولم تنفيذ هاد ننتظر ضربة الجزاء لفائدة فريق شباب الرياضي أسولم. حكم مرة أخرى كيطلب من أمين مسن أنه يأخذ المكان ديالو ضربة أجل تنفيذ هاد الجزاء في انتظار الصافرة. أمين المسن وجه لوجه مع مرباح قايا وتدخل ممتاز للحارس مرباح قايا الذي اختار المكان المناسب وبالتالي يتدخل مكان من التصدي ويمنع أولى الأهداف اللي كان بإمكانه في الوقت اللي ظهر شباك ديالو